بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، هل هذا على سبيل التمثيل فيدخل غيرها أصالة مما فيه شرك أو اعتماد على الناس؟ ترك المكروه من كل شيء، ترك المكروه من كل شيء وترك سؤال الناس، هذا عام في كل، ما هو خاص بهذه الأشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.